ان انت تعمل بعض الروتيشن شفناه في الشوط الثالث، لكن شايف المباراه النهارده ازاي؟ وغدا المباراه هي الاهم والاقوى بالنسبه لكم يا كابتن حمد؟ الحقيقه احنا كل شغلنا في اليومين اللي فاتوا ان احنا بنستعد لمباراه المجمع الجزائري، لان عارفين دي مباراه البطوله. النهارده كان مباراه تدريبيه خفيفه، بنشارك كل اللعيبه عشان يبقوا كل اللعيبه هنحتاجها في المباراه القادمه، ويعني الحمد لله النهارده كل الناس ادت اللي عليها. وكنا طبعا خايفين من موضوع الاصابات، لان حصل برضو اصابات في المباريات الاخرى، فكنا ما بنحملش حد، يعني عمليه كل الناس تشيل بحيث ما يحصلش اي اصابات النهارده. الاصابات اللي عندنا بجانب ايا الشامي، هل اجهادات ولا اصابات بالنسبه لكرامبات او كده يا كابتن؟ لا، بتبقى شد خفيف في الكتف، شد في الرجلين، في السمانه، بس الحمد لله كل الجهاز الطبي عندنا وجهاز الاحمال الحمد لله قايم بدوره كويس قوي ولم كل الاصابات الحمد لله. انا عارف ان انت بتعد بشكل كبير جدا للمباراه بتاعت بكره، محاضرات فيديو اكيد بالنسبه طبعا لفريق المجمع البترولي، لكن قولي للعيبه بعيدا عن الفنيات، لان الجمهور ده اكيد النهارده يعني ظهر بشكل قليل، لكن بكره هيكون عدد كبير جدا، واكيد بنتمنى ان هم يبقوا موجود بشكل كبير. لا، اللعيبه متحمله المسؤوليه بشكل كبير، بنتكلم بس في الامور الفنيه، الامور المعنويه دي هم عاملين حسابها كويس جدا وجمهورهم قايم بيها على اكمل وجه. انا هركز على النواحي الفنيه في المحاضره، وطبعا حته ان البطوله على ارضنا والعام الثاني على التوالي كل ده هيتقال لهم، لان هم يعني عارفين الكلام ده كويس قوي، بس هذكرهم بيه. الجمهور تاني ولحظه ما نادى عليك يا كابتن حمدي، ده يمكن انت طبعا من احد نجوم النادي الاهلي ومنتخبنا الوطني وانت لاعب، لكن وانت مدرب دي بيبقى ليها مفعول كبير وبيبقى ليها تاثير كبير عليك جدا. اكيد طبعا، ده جمهور النادي الاهلي مدعمنا طول عمرنا واحنا لعيبه واحنا مدربين، فبتبقى حاجه كويسه جدا لما الجمهور ده كان بيندهك وانت لاعب وفي نفس الوقت وانت مدرب، بيبقى في ترابط بينك وبينهم، وطبعا احنا في خدمه النادي الاهلي في اي موقع. مباراه بكره هتبقى الساعه 8، عايزين نعرف توقيتها برده لكل الجمهور، هتبقى امتى توقيتها؟ والمباراه في اسبانيا هتبقى امتى يا كابتن حمدي؟ ان شاء الله المباراة الاولانية هتبقى 5 واحنا ان شاء الله الساعة 8، وده فرق ساعتين بين الوقت اللي احنا متعودين نلعب عليه، بس احنا عامة طول السنة متعودين نلعب 6 و8، يعني مفيش مشكلة ان شاء الله. شكرا شكرا، كل الشكر والتقدير لكابتن حمدي الصافي المدير الفني لأنسات الكرة الطائرة بالنادي الاهلي، واللي اكيد ان شاء الله بنتمنى غدا يكون يوم التتويج للكرة الطائرة بالنادي الاهلي، البطولة رقم 19، البطولة العربية. بنتمنى من جديد كل التوفيق للنادي الاهلي في مباراة الغد الاهلي والمجمع البترولي اللي هتكون في الساعة 8 مساء، كل التوفيق من جديد، وعودة لك يا كابتن هيثم السعيد.